حتى حمد المنصور واللقطات التذكارية في اللحظات التي نشاهد فيها الجوهرة. الجوهرة شايفنا رئيس النادي صفوان السويكت ورئيس الاتحاد أيضا، والفرحة بلقب أول، لقب أول لإدارة النادي الجديدة في هذا الموسم، تتوج بلقب السوبر قيمته في أنه بالتأكيد يأتي لأول مرة منذ أن استحدثت هذه البطولة في السنوات الخمس الماضية، وفرحة للجهاز الإداري بأكمل الآن في المنصة مع راعي المباراة بالتأكيد. في هذه اللحظات بانتظار بقية اللاعبين، هذا نور الدين أضعت ركلة جزاء، لا يفكرون في ذلك، حتى لو خسروا لن يغضبوا منك أنت بالذات، أنت يا نور جوهرتهم المشعة، جوهرتهم المشعة. الآن نشاهد الفلاشات في المدرجات، النصر يحتفل بهذا الشكل، لقطة على المنصة ولقطة على المدرج يا مخرج، على المدرج، على النصر بجماهيرهم ما تنحجب شمس النصر وين ما راح. شوف نورها غطى على كل جدة، شوف نورها غطى على كل جدة. الفلاشات النصراوية يحتفلون هنا في ملعب الجوهرة بهذا الحضور، بهذا اللقب، بهذه البطولة، بهذه الكاس، بهذا السوبر، بهذا الفريق الآن، وهم ينتظرون من يرفع لقب كاس السوبر لأول مرة بالنسبة لفريق النصر. النصر سوبر العام الجديد الآن، يبدأ هذا الموسم بلقب منزل الجهاز الإداري والفني والطبي بالنسبة لفريق النصر. وسنشاهد اللاعبين في هذه اللحظات، تنظيم سريع لمراسم التتويج بالنسبة للسوبر. الصغار في النصر يبدأون كبارا وبألقاب دوري وبألقاب سوبر. فريق النصر الذي عاد في السنوات الماضية إلى واجهة المنصات ثلاث ألقاب دوري في السنوات الماضية، كأس ولي عهد، الآن سوبر. هذا بيتروس، هذا عبد الفتاح آدم الذي يضاف إلى الأبطال هنا، قبلة لكأس السوبر من عبد الفتاح آدم. عوض خميس صانع تمريرة هدف التعادل، أحمد موسى الذي كاد أن يحسمها في الوقت الأصلي لكنها ضاعت. بقية النجوم واللاعبين الخيبري يتلقون الكلمات والتهاني من راعي المباراة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وابتسامة جميلة أيضا من سموها في هذه اللحظات. برادلي جونز بطل الليلة، الحارس الذي كان حارسا في الوقت المناسب، وأبقى السوبر هنا بين الأيادي النصراوية، بين الكاميرات، بين الفلاشات للاحتفال. عبد الفتاح، مادو، برادلي، بيتروس، حمد المنصور، يا لها من لحظات فرح مع هذه البطولة ومع هذا الإنجاز. عبد الرحمن الدوسري الجبرين الذي لم يشارك، وليد عبد الله الذي كان غائبا أيضا عن مباراة اليوم مع بعض الإصابات والغيابات بالنسبة لفريق النصر. مايكون صاحب الركلة السادسة الأخيرة لمصلحة فريق النصر، فالجميع لشارك كبديل، ولا شك بأنها ليلة سعيدة بالنسبة لفريق النصر، انتهت بنهاية فيها من الفرح تعطيهم دافعا وحافزا لإكمال الموسم. نور الدين بعلم المغرب الآن وفرحة كبيرة، أضاع ركلة جزاء لكنهم بالتأكيد لا ينسون ما يقدمه نور الدين مرابط ما بين هداف العالم، قبلة للميدالية الذهبية. عبد الرزاق حمد الله المهاجم الذي معه يعرفون الفرح، يعرفون النصر، يبدأون 57 هدف في العام الماضي، الآن سجلوا وابدأوا. حمد الله بدأ العد وسجل أول أهدافي هذا العام. الآن نشاهد جوليانو ويحيى الشهري وبقية الأسماء، العلم المغربي يحضر والشمس النصري تشرق هنا في الجوهرة، والكأس بين الأيادي في هذه اللحظات لإعلان بطولة النصر مع راعي المباراة كابتن النصر الآن يحيى الشهري. بيتروس نشاهد الآن في هذا التوقيت يحيى الشهري كابتن فريق النصر، يستعدون لرفع كأس البطولة وكأس السوبر في هذا التوقيت مع رئيس النادي في هذه اللحظة. مشاهدينا متابعينا الأفراح تتواصل في اللحظات، كابتن الفريق ويصر على أن يكون الكأس في مكانه الطبيعي، والصورة
التذكارية الآن. هذه اللحظة مشاهدينا، النصر بطلا للسوبري في هذا الموسم، أول بداية عام 2020 العالمي، يبدأ البطولات سوبر. مبروك للنصر، مبروك لفارس نجد، مبروك لهذا الفريق إدارة ولاعبين وجمهور. الكأس يرتفع عاليا في ليلة سعيدة جدا لجماهير النصر في كل مكان، فرحة كبيرة مشاهدينا متابعينا في هذه الليلة. سادس نسخ هذه البطولة تكتب بلون النصر وبلون النصر في هذه اللحظات. حمد المنصور يرفع الكأس مع مايكل، الكأس بين أيادي النصراوية. مبروك للنصر، مبروك لفارس النجد. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كنا معكم في تغطية تفاصيل هذا النهائي، وبالتأكيد نتمنى بأنكم قد وفقنا وأن تكونوا قد استمتعتم على هذه اللقطات وعلى هذه اللحظات. نترككم وننتقل لاستديو التحليلي، تقبلوا تحياتي والكلمة تنتقل للزميل فهد المساعد. تفضل لك الكلمة.